قد تتساءل هل يمكن زيادة المعاش التقاعدي في حال الاستمرار في العمل لأكثر من 25 سنة خدمة؟ والإجابة هي لا، لأن الحد الأقصى للمعاش التقاعدي التي يمكن أن يحصل عليها المؤمن عليه هو 80% من الراتب الخاضع للاستقطاع، ولكن يتم صرف مكافأة التقاعد للمؤمن عليه الذي تزيد مدة خدمته على 25 سنة بواقع 3 أشهر من الراتب الخاضع للاستقطاع من كل سنة.